اختتمت شعبة النظم الآلية وتقنية المعلومات برئاسة أركان الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اختتمت دورة الضباط الجدد. هذا فيما أوضحت مصادر مطلعة أن الدورة استهدفت الدفعة 50 في مجال اللغة الإنجليزية والحاسوب، وأنها جاءت بناء على توجيهات رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنا بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري. هذا فيما أضافت المصادر أن الدورة كانت بإمرة المقدم خالد شغلان، موضحة أنه تم إجراء اختبارات نهائية في المستوى الأول.